السلام عليكم، معكم أروى التركيت. اليوم بنسوي شوربة العدس بالزهرة والكوسة. أول شيء راح نزيد زيت زيتون بمقلاة حار، وبس يصير الزيت حار راح نضيف البصل. أوكي، نضيف البصل، نحمس البصل إلى ما كذي يبدي يصير شفاف تقريبا 5 دقائق. كي راح نضيف الثوم بس مقلبتي 30 ثانية راح تطلع ريحته، وبعدين معجون الطماط والبهارات، وبس نخلط تقريبا دقيقة. راح نضيف الحين الخضار والعدس والماء. أوكي، الحين راح أضيف الملح. زين، أنتوا إذا استخدمتوا مروق خضار بدل من الماء بروحه ممكن تقلون كمية الملح. راح الحين نزيد الحرارة، وبس يبدي يغلي نرجع نخفض الحرارة ونتركه تقريبا 20 دقيقة على ما كل شيء يستوي. معظم الوصفات اللي أشاركها على موقعي أو على كتبي ولا يوتيوب كلها نباتية، معنى أنا مو نباتية 100%، لكن أشجع وأفضل أكل نباتي. الحين الشوربة صارت جاهزة، عليكم بالعافية، تقبل الله طاعتكم.